هذا إذا صدر يعني في قادم الأيام قرار من الأمم المتحدة من مجلس الأمن على وجه التحديد، مما لا تستطيع حتى روسيا حليفة يعني الدولة الإيرانية من إصدار فيتو حوله، لأنها إذا استمرت الدولة الإيرانية في هذه العربدة لن تتمكن روسيا من في الواقع رفع الفيتو في ذلك الوقت، لأنها ستؤثر على اقتصاد الروس أساسا. المسألة الأخرى أعزائي المشاهدين وهو الوقت، عامل الوقت، عامل الوقت يعني سيف حاد، سيف حاد ضد أو على رقبة النظام الصفوي في طهران. ما الذي سيفعلونه؟ هنالك يعني تخبط بالسياسة، وهنالك يعني تصرفات غير مقبولة لا دبلوماسيا ولا واقعيا. أكثر اللي عم يتابعوا الأحداث الجارية في هذه المنطقة ويتساءلون لماذا لا تندلع الحرب مع إيران، إيران التي تخطف الناقلات، ناقلات النفط، إيران التي تعتدي على المملكة العربية السعودية، أحيانا تحرك الحوثي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح دولية كاستهداف النفط في السعودية وأنابيب النفط وإلى آخره من العمليات التي قامت بها إيران وميليشياتها في الشهور الأخيرة. أقوم بذات الدفاع وأقوم من مؤسسات كثيرة بالدولة، ما يستطيع شارع عندهم بالبرلمان صار بالحكومة صار.